أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتكلمنا عما أمر الله به في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإن مجتمعا ينفذ هذه الأوامر مجتمع يصل صاحب الحق فيه إلى حقه، ويتنازل صاحب الفضل عن حقه، وتستطرق النعمة إلى رحم كل إنسان. إن مجتمعا فيه هذا لمجتمع سعيد يسود فيه الحب والإيمان والإحسان. وينهى عن الفحشاء، قلنا الفحشاء نص القرآن على الزنا بأنه كان فاحشة، الوحيد اللي قال إنه فاحشة. ولكن العلماء حينما تكلموا عن الفاحشة وهي الذنب العظيم اللي يبلغ من مرتكبه إنه يستر على الناس ولا حد يشوفه، كأنه هو نفسه حين يصنعه يعلم أنه لا يصح أن يتجاهر به، يبقى في نفسه. ولكن المنكر الأمر اللي اقترأ أن يفعله ولكن المجتمع يستنكره، يبقى إذن في مرتبتين. مرتبة إن صاحب الإثم يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستره، يبقى إذن الفحشاء هو ما ستره الإنسان في نفسه من الآثام، والمنكر ما تعالم به وأنكره الإيه؟ المجتمع. طب والبغي؟ البغي هو الظلم في أي لون من ألوانه، برضه حيشمل أشياء كثيرة. الظلم إن ربنا اللي يبقى هو اللي خلق وهو اللي مش عارف إيه وبعدين نعمل له شركاء، ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي اللي ما درب عليه لا كلمة فصيحة ولا خطبة ولا أي حاجة، وبعد ذلك يأتي بالقرآن الموجد يقول لا ده كذاب ولا مجنون ولا وعد بيعلم، يبقى ده ظلم ولا لا؟ والظلم ظلم، وظلم الإنسان لنفسه، لأنه حين يحقق لنفسه شهوة عاجلة يجيب لها إيه؟ آلاما آجلة، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش؟ فضلا عن ظلمه لمين؟ لغيره. يبقى البغي هو الظلم بأي شكل من أشكاله، والتعالي والاستعلاء على مين؟ على الإيه؟ على الناس. مجتمع فيه الأوامر ديا وفيه النواهي دي يبقى مجتمع سليم ولا مش سليم؟ يبقى الآية جمعت مكارم الأخلاق، والأخلاق دي أعم من أن تكون بقى في الاعتقادات، أعم من أن تكون في المعجزة إيمانا بها، أعم من أن تكون في التكاليف، أعم من أن تكون في أمر لا حد فيه ولا حكم ولا إثم، كل دي ما هو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. الوعظ ده تذكير بالحكم، في إعلام بالحكم وفي وعظ بالحكم. الإعلام بالحكم ده نبقى عارفينه، لما قد نغفل عن الحكم نقوم نكرر عليه ونعظ نقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وعادة العظة تبقى بالشيء اللي له ايه؟ اللي له قيمة، وما دام الشيء اللي له قيمة انما يكون لمن احببته، والله يحب صنعته يحب خلقه، فهو يعظهم ليه؟ علشان يريد منهم أن يكونوا على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبب في الآخرة كما تمتعوا بنعمة الأسباب في الدنيا. يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه، وأول عهد لك مع الله هو الإيمان به. وما دام امنت بالله انظر الى ما طلبه من عاهدته. اذا الاختلال في اي امر تكليفي من الله يبقى مثل لمين؟ لانك انت امنت بالله. يعني ايه؟ انت شهدت ما شهد الله به لنفسه، شهد الله انه لا اله، فانت أو اول من شهد هو الله، شهد لنفسه، ده شهاده الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهادة المشاهدة، ما فيش إله غير،
وأولو العلم بالدليل والإيه والحجة. إذن فأول عهد بينك وبين الله أنك آمنت به، وما دام آمنت به إله حكيم قادر خالق مربي، يبقى استمع إلى ما يطلبه منك. فإن لم تستمع إلى المطلوب يبقى العهد الإيمان الأول اختلف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يكلف الكافر به، لأنه ما فيش منه منعات، إنما يكلف من آمن. كل آية أحكام يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كل حاجة يقول يا أيها، يا من آمنت بي ورضيتني إلها وأيقنت بي إلها اسمع مني، لأنني بديك قانون الصيام لحياتك، والقانون الذي يسعدك بالمسبب في الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب في الإيه؟ في الدنيا. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طب وعهد الله مع الناس؟ أم قال لك أنت بتشهد الله، يقول عهد الله بيني وبينك. الله، يبقى بتجيب مين؟ وقد جعلتم الله عليكم إيه؟ كفير. يبقى برضو كل عهد من باطن عهد الإيمان بالله عهد موثق إيه؟ موثق بالله، يبقى لازم توفي. يقول لك الوفاء بالله بعهد ما تعهدت عليه، ما فيش المفروض ما فيش فيه عهود فيها، إنما أن تتعهد بالمباحات. إزاي يعني؟ يعني أنت حر في أن تلقاني وأنا حر في أن ألقاك غدا لأي أمر من الأمور، أنا حر وأنت حر، لكن إذا اتفقنا وقلنا عهد الله أن نلتقي غدا في الساعة كذا المكان الفلاني، بعد ما كان مباحا صار مفروضا. ليه؟ لأن كل واحد منا عطل مصالحه ورتب نظامه على ما فيش واحد يوفي ويقطع مصالحه ويجي للمعاد والتانمية ما يجيش، ما فيش تيبقاش، ما فكافة فرص مش موجودة. الله، وقال لك ومصالح الدنيا ومصالح العباد مبنية على الوفاء بالإيه. وإذا نظرت إليك حين يطلب منك وفاء بالعهد، ما تقولش إنه مطلوب منك أنت لوحدك الوفاء بالعهد، ما هو مطلوب من الآخر أيضا أن يوفي بالعهد. يبقى إذا كل تكليف لك انظر، مش تنظره عليك بل تنظره إيه لصالحك أيضا. ولذلك حين تأخذ أحكام الله على أنها من جانبك وحدك قد تتعب، ولكن خذ أحكام الله من جانبك ومن جانب المقابل. لما يجي يقول لك ما تسرقش فلان حاجته، اوعى تقول ده أيد حريتي في أن أنا عايز أخذ منه وأعمل كده، لأنه قيد حرية الآخرين وقال لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان بقى؟ أنا قيدت حريتك بالحكم وأنت واخد، ولكني قيدت من أجلك بقية الخلق كلهم، يبقى مين اللي كسبان؟ أنا منعتك أن تنظر بعينك إلى محارم غيرك، ما تقولش ده ضيق علي. ليه؟ لأنني طلبت من الغير أن يغض بصره عن محارمك، وهب أنك انطلقت في محارم الناس، أبح للناس أن ينطلقوا في إيه؟ في محارمك أيضا. إذن فكل تكليف لا تأخذه على أنه عليك، ولكن خذه لأنه لك. إذا طلب من الغني أن يبذل لغير القادر، يقول له ما تزعلش، لأن إحنا بنأمن لك حياتك، لأن أنت شايف إن الدنيا دول والمسائل دي أغلى، وكم من غني صار فقيرا، وكم من قوي صار ضعيف. فإحنا لما ناخد منك وأنت غني بنطمنك على إنك أنت ما تخافش لا تفتقر، لأنك أنت لو افتقرت هتجد مين؟ يبقى إذن لازم تنظر إلى لا ما أخذ منك، ولكن ما يعطى، ما يعطى لك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. تحلف اليمين كده وتوكده وتقول وعد الله ومش عارف إيه وتستحضر ده كله، ما تنقضهاش بقى. يعني لازم توفي بها، لأنك إن وفيت بها وفي لك بها أيضا، يبقى لازم تأخذ المقابل. نعم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ويعهد الله ويشهد الله ويعلم الله كل دينا. إن
الله يعلم ما تفعلون. يعني ساعة تعطي العهد يعلم انت معطيه كده يعني وناوي تخلفه ولا. فإياك ساعة العقد أن يكون يدور بخلدك أنك تعطي العهد خداعا، لأن الله يعلم ما تفعل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما هو الغزل أولا؟ إيه يعني الغزل؟ الغزل إنك تجيب الأشياء اللي زي ما نقول عليها لها تيلة، والتيلة عادة تبقى قصيرة، في قصيرة تيلة قصيرة والتيلة إيه؟ أطول تيلة، يعني مثلا تيجي كم سنتي، يعني مثلا أنتوا أهل فن في الحكاية دي، في القطن تطلع كم سنتي يعني؟ إيه؟ ثلاثة؟ قال ثلاثة أوي. طب الثلاثة دي أنا هجيب ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة وأعملهم حتة واحدة وإيه؟ وأبرمهم كويس أوي. صحيح تعطيني قوة، إنما ما تعطينيش امتداد، ما تعطينيش الإيه؟ امتداد. طب أنا عايز قوة وامتداد، بس قوة وامتداد. طب ما ناخد القوة ونبقى نربط كل شوية والتلاتات على بعضها ونعقدها. طب ما أنا على ما أعقد من هنا أخد العقدة قد إيه والعقدة قد إيه، تبقى العقد توالت ولا لا؟ يبقى أنا عايز إيه عشان أغزل؟ أنا عايز هي قوة متانة يعني، وعايز إيه؟ امتداد، وعايز انسياب، مفيش عقد. أما أجيب الخيط ده الطويل القريب اللي هعمله في المسجد ده، طب إزاي أعمل دي يعني والتيلة 3 سنتي مثلا؟ أم قال لك أهو إحنا العملية اللي إحنا بنعملها دي اللي بنعملها المز دي واللي مش عارف إيه والحب، بنعمل إيه؟ بنخلط أطراف التيلات عشان تلتقي بأوساط التيلات الأخرى. كمسيدي وده مش عارف ايه بتاع، وبعدين نروح ايه. ولذلك لما تقعد تغزل الغزل كده تقوم تلاقي في الاخر ايه في طلعة كده ايه اسمها ايه دي وبتعرشوا بقى. ولذلك المرار بقى بعد ما يعملوا كده يروحوا مررين على شمعة عشان تحرق اللي هي ايه اطراف التيلات اللي بتتربط مع بعضها. يبقى انا لما بعمل غزل بعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز متانة، وعايز امتداد، وعايز انسياب، ولا فيش عقد. دي تتأتى ازاي في اللي طولها 3 سنتي دي؟ ما يمكنش الا ان كل اول تيلة تيجي في ربع التيلة التانية، في نصها، في تلتها، والتانية تيجي في الشكل يتلخبطوا ببعض، وبعدين اروح اعملها تطلع ايه؟ من سنة. القرآن اعطانا عمل المرأة في الجاهلية، كالتي ايه ولا كالتي نقضت غزلها. يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده بتغزل، بتغزل تعمل اساس بيتها، تعمل الثياب بتاع اولادها، تعمل مش ايه اذا شغله، وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمه الحياه ومن معترك الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بيجي منها مكان التريكو مش كده بيعملوا، وتقعد وهي ببيتها تعمل مش عارف ايه وتعمل. تيجي مثلا الاسر الكويسه قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق، بدل ايه؟ بدل ما بتزلت المراه وتخرج من العمل وتقعد تعمل وهي ببيتها مكرونه وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف ايه كلها تعمل. اهو ربنا جاب المثل بالتي ايه؟ طب ما قالش بالذي ليه؟ قال لك الان دي مش شغله الراجل، ده شغلة ايه الرجل. ودي كانت امرأة حمقاء تسمى ريطة انت عامل عظيم، وكانت لها جواري تقوم تيجي طول النهار من امن النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل، ويقعدوا يغزلهم في المغازل، وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول لهم يلا فكوا الايه، فكوا اللي احنا عملناه من الايه والغزل، ويمكن تفج النسج كمان، يعني مش ضروري الغزل بقى، يمكن النسج في حاجة برضو تفكها. شوف بقى على من تفكها دي. يبقى عمل اكده بالبرم والغزل والمش عارف ايه، وبعدين نقضت غزلها من بعد قوة. كلمة من بعد قوة دي تدلك على المراحل اللي الغزل عايزها. ولو جزت الصوف من الغل، او الوبر من الايه من الجبال، وبعدين قعدت عشان تخلط الاطارب بتاعت التيلة
بأواسط التيلات الأخرى عشان تلتحم مع بعضها. وبعدين اللي احنا بنسميه مز الله تمز الصوف، وبعدين تقعد بقى تدور المخزن وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوة ايه اكن دي عملية ايه اللي بعد قوة دي بتحصل لكم انتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه بدون شعور، عملية بقت ايه عملية آلية، عملية آلية. فكأنه شبه الذي يعطي العهد ويوثقه بالأيمان ويجعل الله وكيل بالتي ايه غزلت. بعد ما غزلت عملية تحتاج لقوة وإلى آخره، تقوم تيجي قال تنقذ الايه تبقى حمقاء ولا لا؟ ولذلك سموها حمقاء قريش، حمقاء ايه؟ لأنها عملت ايه؟ نقضت الغزل اللي قعدوا يغزلوه من الصبح للظهر، نقضته من الظهر لمين؟ من الظهر للعصر. وكلمة من بعد قوة كأن كل عمل يحتاج لقوة. القوة دي بتعمل ايه؟ قال لك القوة دي يتحرك الساكن يتسكن المتحرك. يبقى القوة عايزة تعمل ايه؟ تحرك الايه؟ الساكن يتسكن المتحرك. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم به بقوة. ليه؟ قال لك لأنك انت في الخير ساكن عن الخير نريد أن نحركك، وفي الشر متحرك نريد أن ايه نسكنك. دي بيسموها في العلم الحركة قانون العطالة، قانون الايه العطال، ان مش المتحرك يظل متحركا الى ان حاجه تسكنه، والساكن يظل ايه ساكنا الى ان تاتي حاجه تحركه. كويس قوي. ولذلك في واحد يقول لك ايه ده فيه امر عمال بيدور حول العالم بقاله كم سنه، تقول له يا اخويا والوقود ايه اللي ايه الوقود اللي بيخليه يعمل العمليه؟ مفيش وقود ولا اي حاجه، ده الوقود فقط يخرج من منطقة الهواء والجذب. فإذا ما خرج لمنطقة ما فيهاش هواء ولا جذب متحرك يفضل متحرك طول عمره، وإن كان ساكن يفضل إيه ساكن طول إيه طول عمره. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن الله يريد أن يصون مصالح الخلق، كل مصالح الخلق على التعاهد والتعاقد والأيمان التي تبرم بينهم. ليه؟ لأن إن واحد خان العهد ولا عمل أي حاجة بعد ذلك لا يثق في حركته ولا في عهوده، ينعزل عن المجتمع ولا ما ينعزلش؟ ينعزل عن المجتمع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا التي نقضت غزلها من بعد قوة في الغزل. أنكاسا جمع نكس، والنكس هو أنك أنت الحاجة المفتولة إيه؟ تحلها. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. دخل، الدخل هو أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه. الدخل معناه إيه؟ أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه لقصد الغش فيه. يعني ما تجيبش مثلا ذهب عيار 24 وتقول أنا حطيت الحتة الذهب اللي عيار 24 في ذهب عيار 16. لازم الدخل يكون أقل من الله. تجيب عيار 24 وبعدين تحط فيه حتة عيار 16، يبقى الدخل معناه أن تدخل هيك شيء في شيء ليس من جنسه الى ادنى. الى مثلا عايز تشتري مثلا كيلو لوز مقشور، يوم الراجل يجي يديك الكيلو المقشور يوم يجيب لك شويه ايه بتاع ده مشمش، نقل مشمش ويقطع لك في شويه ويدخل لك فيه مثلا، يبقى ده اسمه دخل ولا لا؟ فكان الذي ينوي ان ينقض يعمل ايه؟ بيجعل اليمين ويدخل ان هو مش عايز يوفر عشان يغش مين؟ عشان يغش المقابل.
فقال اوعى تتخذ العهود والايمان دخل، بمعنى ان تعقد العهد وتشهد الله وفي نيتك انك انت ايه عشان تنيمه زي ما بيقولوا بيعمل كده عشان ايه ينيمه. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. طب والعلة في انني بتخذ ايماننا دخل ليه؟ ايه يعني ليه؟ قال لك ان تكون امة هي اربى من امة. يعني ايه؟ اللي جاب نوى المشمش، نوى المشمش وحطه في اللوز، يقصد ايه؟ ان اللوز اغلى من المشمش مش كده؟ ويبقى لما يبيعه على انه داخل في اللوز يبقى خد ايه؟ اربى، يعني ازيد مش كده؟ ان تكون امة هي اربى، يبقى اللي بيغش عايز يبقى ازيد من التاني. او افرض انك انت عهدت واحد على شيء وخلاص هو عدت المواثيق والعهود والايمان، وبعد ذلك جاءك اقوى منه سواء كان بالقهر او بالسلطان او بالاغراء بالمال، وخلاك ترك بالعهد الاول لان الثاني ايه اربع، ان الثاني ايه اربع. يقول لك إيه؟ اذا فعلت ذلك انت فاحذر من ان تفعل معك. يعني لازم تحط دي قبل ايه؟ لان مش انت اللي ناصح بس، وربنا اذا انت تجرأت كده ربنا يجرأ عليك من ايه. ولذلك اذا كنت صاحب حرفة وفي ايدك شغلة لأي زبون اوعى تغش. ليه؟ لان انت لك مصالح كتير في ايد صناعية تانيين، فان اجترأت على هذا وصنعت معه جرأ الله عليك من في يده صنعتك على طول كده، وما فيش حد يقدر يعمل ايه، لان ربنا بيقول انا قيوم ما منت انا ما بنامش. تبقى لازم تلاحظ دي. ولذلك تقول فلان ده، فلان ده ما عندوش بركه. ليه؟ لانه خطيف دي من هنا ومن هنا ومن هنا، وهو فاهم ان هو بس الواحد الشاطر. ربنا يجرئ اللي في ايده شغل له برضه يعمل وياه كده، واللي يعملها بدقه وامانه واخلاص برضه ربنا يكذب في قلب اللي بيعمل له حاجه انه يعملها بايه؟ بدقه وايه؟ واخلاص. ان تكون امه هي اربى من امه، انما يبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامه ما كنتم، يبلوكم يعني ايه؟ وليبين لكم ايه؟ يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون. ايه ليبلوكم به يعني ايه؟ قال لك ساعه ما تدعي ربنا بيختبرك، اانت ساعه عقدت العقد على العهد في نيتك الوفاء؟ وهب انك كان في نيتك الوفاء ثم جد لك شيء ينقضه. ربنا عالم دي وعالم ايه؟ وعالم من الاول الايه؟ يبقى لابلوكم، يبقى الابتلاء مش معناه ان هو نكبه، ده الابتلاء اختبار، انما النكبه على اللي يسقط في الاختبار. فالابتلاء من الله، مش الابتلاء نفسه شر، لا، ده النتيجه بتاعت الابتلاء هي اللي تبقى شر. قد يبتلي فينجح، وقد يبتلى فايه؟ فيسقط. وهب ان انسان عمى على قضاء الارض في اشياء، منهم لن تعميه على قضاء السماء. ولازم تعرف ان فيه وقت تاني هنتحاسب فيه وتصفى المسائل. وليبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. حين تأتي لو في التعبير اعرف ان لو دخلت امتناع الامتناع، لو جاءك زيد لزرتك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة. لو كان زيد عندك امبارح كنت جيت لك. يبقى انا جيت ولا ما جيتش؟ ما جيتش. ليه؟ لان زيد ما كانش عندك. يبقى لو حصل ايه؟ منع شيء لايه؟ لمنع شيء اخر على الارض. الله يقول لو شاء، يعني لو شاء الله لجعل العالم ده كله امه واحده.
على الحق ولا على الضلال؟ على الحق. ليه؟ قال لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفد إلى الحياة مخلوقة بالحق ومخلوقة خلق تسخيري، لا يوجد جنس من الأجناس تأبى عما قصد منه، لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان، كل الأكوان ماشية سليمة. من إيه اللي مختل في الكون؟ المختل في الكون ما في يد الإنسان، لأن يد الإنسان لها اختيار تفعل ولا ما تفعلش، لكن الأشياء الأخرى ما لهاش اختيار، مسخرة. ولذلك هناك الآية تقول ولله يسجد إيه؟ هم في السماوات مش كده؟ وبعدين يقول إيه؟ والجبال والنجوم والشمس والقمر والإيه والنبات والدواب بالإجماع مسخرة عند الإنسان، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس يبقى الاختلاف حصل عند إيه؟ عند الناس. ليه؟ أم قال لك لأن هم دول لهم اختيار يقدر يفعل ويقدر ما يفعلش. هذه المسألة خرجت عن إرادة الله ولا الله أرادها؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله زاول قدرته المطلقة في خلق الأشياء المسخرة بحيث لا يخرج شيء عما أريد منه. كان من الممكن أن يكون الإنسان بالشكل ده راح، إنما يبقى إيه اللي زاد في الكون؟ طب ما هم الملائكة كده، يبقى إيه اللي زاد؟ الشيء في التسخير يثبت القدرة لله، ما فيش حاجة تخرج عن قدرته ولا عن مراده، لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله. أدي الفرق. إذا كان في اتنين عبدين عندك، واحد اسمه سعيد وواحد اسمه مسعود، سعيد انت ربطه بحق، تقول له يا سعيد يقدر يعصر ايه؟ مسعود ما انتش ربطه، قلت له يا مسعود فجالك جالك، ده جه وده جه، واحد جه بالقدره والتسخير، انما واحد جه بالاختيار. كان من الممكن يقول لك لا مش جاي، انما جه، يبقى ايهما احب لك؟ فكأن الله خلق الإنسان وكرمه. ليه؟ قال لك عمل له اختيار، وبعدين منهم اللي حيجيني وهو مختار أن لا يجي، منهم من يطيعني وهو مختار أن يعصي. يبقى ده اللي يثبت المحبوبية لمين؟ المحبوبية للإيه؟ لله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي في الإيه؟ في الإيمان والهداية، كما جعل الأجناس الأخرى أمة واحدة في الانصياع لمرادات الله منها. كل حاجة منفذة المطلوب منها، بس الإنسان ربنا خلق فيه اختيار، وخلق فيه اختيار في منطقة، الاختيار ده قال لك لازم يكون في عقل، فإن كان مجنون يبقى ما نكلفوش، لأنه ما عندوش آلة الاختيار. طيب إن كان لسه ما نضجش ما نكلفوش. ليه؟ لأن لسه عقله ما نضجش. طب إمتى ينضج يا ربي؟ لما يبقى إنسان قادر على إنجاب مثله. إنسان قادر على إيه؟ مادام قادر على إنجاب مثله بقت له ذاتية مولدة، يعني هتولد، يبقى خلاص اكتمل. كأن البلوغ ده هو عبارة عن سمة إيه؟ سمة اكتمال الذات، لأنه صالح أنه يجيب إيه؟ أنت لما تجيب بطيخة مثلا وعايز وتكسرها كده وتلاقي اللب بتاعها أبيض، تطلع وحشة ولا مش وحشة؟ ولما تلاقي اللب بتاعها بقى إيه؟ تبقى استوت. يعني تعرف إزاي؟ قال لك لو خدت اللب البيضة وزرعته إيه؟ إنما اللب السودة تيجي تنجب مثلها، يبقى يقال إنها إيه؟ نضجت. كذلك الإنسان إذا أمكن، إذا تزوج أن يأتي بمثله يبقى ده اسمه إيه؟ نضج، يبقى يكلف. قبل التكليف ما يبقاش لسه ناضج. طب وإيه يعني ما يكلفوش القبل ليه؟ قال لك لأنه إذا كلفه قبل ذلك لما يجي وتمشي فيه الغريزة الجنسية ويبقى قادر على إنه ينجب مثله،
يقول لا يا رب انت خدت مني الايمان ده وانا لسه في ناقص التكوين دلوقتي، انا مش يقول لا خليك لما ايه لما تستوفى وتبقى كويس وصالح لانجاب مثلك. طب افرض ان هو مش مجنون ومكلف يعني نضج عقله، انما في اكرار وحب يكرهه بان يقتله ان ما عملش الشيء الفلان، يبقى مش هيسأل. يبقى شرط الاختيار ايه؟ العقل ونضجه بالتخليف كده كويس، وان لا يكون مكرها. ان كان واحد من دول مختل يبقى ما فيش ايه اختيار. الاختيار ده منطقته ما دام هي العقل بقى. لا قال له كيف افعل دي؟ هتفعل دي ليه؟ يقول لك كذا فايدتها كذا وفايدتها كذا وفايدتها كذا وكذا. هل كل شيء فيك اختياري؟ ولا في اشياء فيك اضطراريه برضه مالكش اختيار عليها؟ طب قول اختيارك في ان قلبك يدق ويتحرك ايه؟ طب اختيارك في انك تتنفس؟ هل احنا كده واحنا قاعدين، هل احنا قاعدين بقى لنا مثلا ما يقرب من الساعه ونص اهو، هل شفنا واحد قاعد يقول يلا اما ناخد شهير يلا نطلع زفير؟ حصلت بدون ما نشعر. يبقى ليه اختيار فيها دي وليه اختيار فيها؟ طب وقلب بيدق، الكلى بتاعتي بتشتغل، الامعاء عماله بتختلف، مش عارف ايه، البنكرياس بيشتغل، ليه اختيار في دي؟ يبقى اذا فيه اشياء انا مسخر فيها كالجماد وكالحيوان والنبات، ومن لطف الله بخلقه ان جعلهم مسخرين في هذه. ليه؟ لانه بالله لو انا مختار، طب لما نام يتنفس ازاي بقى؟ لكن انت نايم برضو النفس ماشي ولا لا؟ والقلب ماشي ولا لا؟ وكل جهاز من اجهزه جسمك ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى من رحمه الله بك انه ما جعلكش ايه؟ مختار. يبقى جعلك مختار في الاعمال اللي بتعرض على العقل. وبعدين انت تشوف البدائل ايه؟ ولذلك تجد الانسان ابو البدائل. انما الحيوان ما عندوش مثلا، الحيوان وهو اقرب الاجناس الى الانسان ما عندوش بدائل ابدا. ابدا. ما فيش بدائل. ليه؟ احنا قلنا زمان لو انك اتيت بحيوان وجبت له مثلا البرسيم او الفول واكل حتى شبعه، وبعدين جبت له حاجه ثانيه وتضربه عشان ياكل ياكل. انما الانسان يعمل ايه؟ يقول لك ده انت نسيت الحلم، يقول له والله الصنف الفلاني انت ما دقتوش، يقوم برضه يدوق. الله يدوقها لو طبعا. إذا في البدائل عند مين؟ عند الإنسان بس. إنما دوكا ما عندوش بدائل أبدا. البدائل إذا أذيت القطة تخربشك، لكن يأذي إنسان يصح يضربك هو آخر، أدي واحدة. يصح يضربك أكتر مما ضربته، أدي الثانية. يصح يضربك ضربة أقل من اللي ضربته. يصح يصفع عنك. يصح يكذب الغيظ. يصح يقول لك يا شيخ مش عارف إيه. بدائل متعددة. البدائل دي اللي بيرجعها ايه؟ العقل. فاذا كان العقل موجود بلا جنون، والعقل ناضج لان فيه تكليف ولا فيش اكراه، يبقى فيه سلامه ولا لا؟ اذا ان الله سبحانه وتعالى لو شاء يجعل الناس امه واحده لكان جعله، ولو شاء ربك لهذا الناس ايه؟ جميعا. ولكن خد بالك بقى من الحته الثانيه، ولكن يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه واحده. ما لم أقول ولكن، يبقى ما شاءش أن يجعلهم أمة إيه؟ واحد. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أهدي بقى حتى يمسكها اللي عايزين إيه؟ يتمحكوا. يقول لك يا أخويا ما دام ربنا هو اللي بيضل وهو اللي بيهدي، ها؟ يبقى ما هيعذبني ليه؟ نقول له آه. طب لو قلنا لك بقى إنك أنت لما تعمل الطاعة دي وربنا اللي هديك ليها وانت مالكش فيها حاجه وهيدخلك الجنه، ما قلتش ليه؟ طب هيدخلني الجنه ليه؟ ما هو اللي بيهدي. اشمعنى في حكايه الضلال اتكلمت؟ اما لك لان ديك هتجيب له نفع فغطرش فيه. اذا دي كلمه يقولها المسيفين، نقول له يضل من يشاء من شايف امها. يضل من يشاء. تعالى بقى كده في الامتحانات في الجامعه مثلا ولا في المدارس، وقول ايه؟ اللجنة أنجحت فلانا وأسقطت فلانا. اللجنة تنجح وتسقط. هي اللجنة بتنجح وتسقط؟ لا، ده تحكم بأن ينجح وبأن يسقط، إنما هو اللي بيعمل إنه ينجح أو يسقط.
فكأن الله يضل يحكم بضلاله، مش هو اللي خلاه يضل. زي ما قلنا اللجنة تنجح فلانا وتسقط فلانا، اللجنة ما لهاش دعوة، اللجنة بتشوف الجواب. يبقى العملية بتاعت النجاح والسقوط بتاعت مين؟ بتاعت الطالب. انما اللجنة بس عملت ايه؟ حكمت. فكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اي يحكم بضلال من يشاء ويحكم بهدى من يشاء، وليس لاحد ان ينقل الامر الى العكس. شو بقى علشان تعرف انها ولا تسالون عما كنتم تعملون. الله، طب لو قال هو اللي بيظل بقى يجيبها فرحة على طول كده ولا تسألون. طب ده السؤال ده معناه حرية الاختيار في العمل، لما جابها يظل ويهدي من يشاء ولا تسألون. يبقى افهم، يظل مش يجيب الضلالة فيك، لا انت بتجيب الضلالة في نفسك، لكن هو يحكم بأن الأبعد ضال ويحكم بأنك ايه؟ لأنك مهدي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طب ما هي كلمة دخل برضه جت هناك؟ ام قال لك هناك جاب الدخل وتعليله، لان ان تكون امة هي اربع من امة، يبقى السبب للدخل ايه؟ إنما هنا جاب نتيجة الدخل، فهناك سبب لإيجاد الدخل، إنما حطيت بتاع المشمش وإلى اللوز علشان تكون أمة أرضى من أمة، يعني أنا أكسب من المشتري على الأول، أو أغير العهد علشان غيره أرجع، زي اللي بيع بيع باعة ويتفقوا عليها خلاص، وبعدين يجي واحد إيه يدخل تاني إلى آخره. فإذا الدخل هناك له سبب أن تكون أمة هي، ولكن الدخل هنا جاي علشان النتيجة بقى، النتيجة اللي يفسد بقى المجتمع. ليه؟ لأن لما تعهد واحد وبعد ذلك يشهر عنه أنه خالف العهد وعمل كذا وعمل كذا، إيه اللي يحصل له؟ أحد يجرؤ على صفقة معه؟ يبقى فيه مهين، وما دام مهين يبقى يسقط حقه مع المجتمع، وما دام سقط حقه مع المجتمع يبقى ما يعرفش يتعايش معاه. يبقى هتودي اليه ولا لا؟ يبقى ان تكون امه هي ارض من امه في صفقه واحده. وبعدين الباقي تعلم عنه او تعرف ان ده نقاض للعهد، ناكس للايمان، ما حدش يقبل عليه. تتعطل حركته ولا ما تتعطلش؟ تتعطل ايه؟ حركته. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كان واحد يعهده كده وينفذه ويقول لك ده كلمته كلمه شرف ويديله ويبقى ما عندوش ويقول له ده في ذمتي ويعمل مش عارف ايه، تمشي كده تزل قدم بعد ان كانت ايه ثابته. يبقى اذا العهود حين يوفى بها تجعل قدمك في حركه الحياه قدم ايه؟ قدم ثابته. وقدم ثابته يعني ما يزحزحش في السوق. ولذلك يقول لك فلان مركز هز في السوق. يعني ايه مركز هز؟ زلت قدمه بعد مين؟ ما دام انهز في السوق يبقى كان كويس، تبقى اذا كسبت. وبعدين حصل منه حاجه، كل دي عمل دي، نقض العهد معاه، عمل مش عارف ايه، كل دي تعمل. ولذلك لا يجد له مجالا ان هو ياخذ الا انه يعمل تفليس، مش ده اللي بيحصل؟ فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها وتذوق السوق. يفضل بقى من المجتمع ايه؟ منبوذ من المجتمع، لا يؤمن على اي تعامل. لكن اللي عنده بقى عهده بينفذه تمام يبقى ما عندوش حاجه، هو مال الناس جميعا ماله، يبقى بيتاجر كده بالايه؟ بيتاجر بالسمعه، بيتاجر بالوجاه. ولذلك التشريع الاسلامي لما جعل فيه شركه انت تبقى كذا من المال وكذا من المال ونعم بكل واحد باسهمه، يقول لك طب في واحد ما عندوش مال انما عنده وجاهه في المجتمع، وجاهه في المجتمع يعني شرف كلمه، شرف سلوك، ماضي مشرف. يقول لك دي يدخل في شركه يسموها شركه الوجوه، شركه الايه؟ الوجوه والاعيان. لانه ما بقاش وجه من الوجوه
في السوق كده وبقاله كلمة والناس راح احترمه إلا بإيه؟ إلا بسوابق من الفضائل. ما دام سوابق من الفضائل لازم تقوم. أمال الماركات التجارية بتنباع ليه؟ ما الماركات التجارية بتنباع عشان كده، لأن لها في السوق مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، ويبقى لها تمن ولا ملهاش تمن. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، يبقى فيه مهانة، فيه احتقار، فيها كساد حال، فيه عدم احترام، كل شيء من هذا. بما صددتم عن سبيل الله. طب وهو لما يعمل كده بيصد عن سبيل الله، يقول لك الناس عادت تخاف تتعاقد وتخاف من العهد، وتقول بقى ايه يا تنكتب، يا تجيب رهن، يا تجيب مش عارف ايه وبتاع. يبقى ايه كلمة واحد يضحك على واحد مرة يعمل أسوة سيئة، يخلي صاحب المال يعمل ايه؟ يظن افرض الواحد اقترض من واحد حاجة ومع ذلك كلها عليه، كويس كده؟ عمل ايه في المجتمع؟ يخلي الناس اللي يجي واحد يطلب منه حاجة يخاف، يقول لك ما يعمل زي فلان يضرب بومبا ولا يعمل مش عارف ايه ولا بتاع. يبقى عمل حركة صد عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ كل شيء يجعل حركة الحياة منتظمة وتدار حركتها بشرف وصدق وأمانة ونفاذعات. ولكم مش الخسارة بس هتبقى في الدنيا، ويبقى تزل قدم بعد ثبوتها ويذوق السوء ويعملوا كده، يبقى لهم برضو عذاب تارك الايه في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إياك أن تجعل عهد الله الذي وكدته للناس وجعلت الله عليه كفيلا يقابل بشيء آخر يبقى أهل منه، لأنك إن قطعت عهد الله لشيء آخر يبقى جعلت الشيء الآخر أغلى من مين؟ أغلى من عهد الله. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا، لأن الثمن مهما كان سيكون إيه؟ سيكون قليلا. لأن إيه عايز يعللها بقى؟ إنما عند الله خير. هو الخير عند الله، هو الخير مش الخير اللي انت عايز تاخده من الناس، لأنه هيجي يتكلم ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. ساعة ما يقول هو خير لكم كأنه قصار، ما قالش إنما عند الله خير، هو خير، لأن ساعة ما يأكد بالضمير هو يبقى معناها إن دي بيأكده تأكيد القصر، وإذا مرضته فهو يشفين، هو يشفين. ساعة ما تشوف هو ديا، لأن ما تجيش إلا في مظنة إن غيره يشفي. إحنا بنروح للطبيب ولا لأ؟ لما نروح للطبيب يتعالج مش عشان يشفين. يبقى الطبيب بيعمل إيه؟ بيعالج. إنما من الشافي؟ كويس قوي. اذا مرضت فهو يشفيه، ما قالش ايه يشفيني هو، ما قالش هو يشفيني. ليه؟ لان في مظنه ان الطبيب ايه. لكن الاشياء اللي ما فيش فيها مظنه ما يجيبش هو. والذي يميتني ما قالش هو يميتني، وما قالش هو يحييني، لان دي حته ما حدش بايه يبقى اللي فيها مات. والذي هو يطعمني ويسقيني، هو ما قالش والذي يطعمني. ليه؟ أم قال لك لأن العيل الصغير واحنا نشوف أبوه اللي بيجيب له ياكل، وأبوه اللي بيجيب له يشرب، هو اللي بيجيب له الحاجة الحلوة، هو اللي بيجيب له اللحمة، بيجيب له السمك. يبقى في نظر الأمر إن هو اللي بيعمل إيه؟ أم قال لك لا، أنا عايز أقول لك هو يطعمني، لأن أنت كنت تسأل أبوه جاب دي منين؟ واللي اشترى منك أبوه جابها منين؟ واللي جاب تسلمها في الكفة لا تنتهي إلى من؟ إلى الله. وإلى لقاء آخر.